واحدة. واحدة من الميزانيات مثلا صار جدا يديه بال هذا مزوق مثلا كلام خير خلاص تفهم خير هذا أكثر وقت صار أكثر وقت صار صار خد دخلت لدرجة هي أنا عودة في درجة درجة في درجة تدخل الجسم هي تعمل النوات مش معنى ذلك أنه يعني ممكن يسبوش إذا عارف الجسم لا هو يشد على خيره وبعدين السرطان ترى ميشة لدرجة الأولى يعني إحنا ما في أكسدة مش عندنا عندنا الأكسجين يلحق الغذاء في الخلية يكسر الغذاء بعد يحرق الغذاء لكن من غير ضغط أكسدة يعني أكسدة الأكسدة مش تحرر منها تحرر منها جذور حرة جذور حرة وتحرر من الطاقة هذه الجذور الحرة هذه كم هي المصيبة على شيء أخذت جذور حرة كما قلت هو واحد سيء ما هو الأكسجين مش يتحد مع المادة الغذائية مش يعطي طاقة ولا ما عندي فرق بين المادة الغذائية مش يعطي طاقة تتحرر من العملية هذه جذور حرة من الأكسجين السيء هذا الأكسجين السيء يبدأ يلعب بدور في كل بقعة يدخل من خلية لخلية ويدخل في النواة يوصل لديا بعد خطورة الفشل وقت يوصل لديا أبقى أعطيناها فرصة حنا أعطيناها فرصة بهذه الحاجات اللي استعمل فيها الدواء لكن المناعة فقدناها حنا هالشيء هذا صار قبل ما كانوش يشربوا فيه دروس واحد بلاستيك مالي حتى الباب ما دمش كان فخر والعمل يقول لك الفخر ولا زيادة زيد كذا ولا كذا بس ولا كذا كل كانوا يشربوا كانوا يشربوا من الغدير حتى الغدير في الفخر اي نعم تبسي وليش عم نلمين تحت حاجة بخار حاجة ضخم فخر بيه حاجة بخار وطرجة يعني بحكوا التغطية كانت تصحيح ناقصة شوية عن مش ناقصة ولا كذا بصراحة أنا فوقينا أكيد من إحنا استفدوا وطبعاً جاء وصلت 70 و 50 سنة وبعد ذلك يكي عمر يدي ذلك وغير متخمم فيه في مصر ماذا؟ إذا جاء جاءكم إلى استخدم ولا جاءكم إلى استخدم ماذا حاجة؟ وعند اليوم ماتوا وعند أشكم ماتوا 108 ما يمتش ما يمتش الصحة 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 أنا بسألي حمد الله خلي على الدولة مش مثل دليل دليل معنى كل تنقص 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 في أول مرة. ملا.
يحاول الانسان ينقص وكهو هي راه صحيح الانسان صحيح بس مليح اما اذا كان التحكم في الانسان الفهمه كان تجيبوا لنا هنا باش تعرفوا هو تركيبه اللي تتكون منه كل الخلايا نجيبوا له وشوفوا واش يصير بس الماء هذولا في الشمس 24 ساعه الجار عند الحمام لا مش باين مش باين مش باين هذا موجود هذا ظاهر هو في الشارع يخلوه في الشارع وبعدين يبيعوه دفعنا ضريبة ضريبة في التطور أو إيش تجينا أو الدول الكبرى بعدين يعالجوا بعدين يفهموا ويعملوا في أشياء وتدخين وإحنا ما نعرفوش أو نخلوا عليهم بعدين يسكروا عليهم وهكذا وكل ما يعملوا في أشياء ودي يا بور قبل اسمع قبل ايش كان يقولوا قبل احنا مش شغالين بالزيت وقت ما كنا بالزيت نعم في الاربعينات كان رهيب من نار ايش يقولوا للطلبه تعال يقول له في دار الدروس يقول له جانه زيت هذا مش باهي طيب طيب ورسول صلى الله عليه وسلم يقول له يومي فانه شجره المباركه قال ربنا 14 الحديث كله كل الزيت ودينه به فانه شجره مباركه هذا حديث من الرسول يقول لك قال لك شو في زيت الزيتون تبقى دهن دهن غير مشبع هي وقت اشبه المشبع هي وقت قد الزيت هو المشبع او المهد بتاع كله مش تفسد البركه اما البركه بيته كله هو على اخوه كله صبيت النار صبيت النار وخلت مش عارف شو أما هيك تقوية هيك في الست بوك في الست بوك يصلح المولى لو أما لي كم فات الزيت رجع على كتبني الدهون الدهون غير مجموعة تاع الزيت هذا الشحم دخل تحت الجلد دو بالدهن طيب اللي هو الزيت اللي بيسكر ولا لا؟ تمشي للطبيب تقول له ده الزيت خايف كيفاش تعمل الزيت؟ الزيت كيفاش؟ هو سخون تعمل الزيت كانوا قبل هذا كانوا قبل هذا لو يجي للطبيب تقول له ده العالم كله غايب مش في اتجاهه هو يتبع اللهم صل على سيدنا محمد الاولين امين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد البلد أعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتفرج بها عنا جميع العقوبات وترفعنا بها بعد الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وانتشارنا من بعد انتشار طيب المبارك سامي معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا خائبا ولا شقيا ولا محروما بحرمة من كان للمؤمنين رؤوفا رحيما اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها فانت خير من زكاها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين إن التفكر في آيات الله الدالة على عظمته هو أوسع باب ندخل منه إلى الله سبحانه وتعالى بل هو أقصر طريق نصل به إلى الله والآيات آيات التفكر كثيرة بعضها بثه الله سبحانه وتعالى في السماوات وبعضها في الأرض وبعضها في أنفسنا وبعضها في كل كائن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الآيات تضعنا مع الخالق سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء يسقون وما توعدون ويقول أيضا
منا الحق. أي هذه الليلة يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهم حق ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله عليه. إذن المؤمنون هم الذين صدقوا بكل ما جاء في كتاب الله، والمشركون مع الكفار كذبوا وقالوا: من هذا المثل؟ ما هي البعوضة حتى يضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل؟ طبعا البعوضة هي أهون مخلوق على سطح الأرض، بعد بسيطة جدا جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرها في بداية الآية الكبرى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا عند الله تعدل، لو كانت الدنيا عند الله تعدل، كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة دما. وكانت الدنيا تساوي جناح بعوضة، ربي ما يسقيش منها شربة دما، هي أقل من جناح بعوضة، الدنيا غدة. طبعا المخلوقين مع الإنسان قد يقتل الإنسان بعوضة مشرشة مع البعوضة هي مشرشة. قد يقتل الانسان بعوضه ولا يراها. ماذا تقول انت موت؟ احيانا نحن في الليل تجي مشوشه ونضربها، مثلا نقول ضربناها وما ضربناهاش، ما نعرفوش. طه ماذا ما عندناش ما نعرفوش. هذا دلاله على ضعف هذه الحشره المصيره. لكن لهذه الايه من الايات الكبرى التي لا حدود لها نسمع لو اننا قلنا مليار وقعت عنده هذه الاتحاد الاخر الدنيا فهمت، لما استطعنا ان نحسب العدد اللي الله سبحانه وتعالى ان الله طبع من هذه الايات ما نستطيعش ان نحسب. لو نعد مليار 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 مش نعرف. هذا بالنسبة للبعوضة. هناك 1300 آية فيها التفكر، أفلا يتفكرون أفلا يؤمنون أفلا يعقلون بشكل هذا. 1300 آية أحصاها العلماء، لكنها كثيرة 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 جدا في السماوات، يعني كل هذا فيها بالنسبة للقرآن، لكن بالنسبة للسماوات والكون ككل الذي لا يعلم حدوده إلا الله سبحانه وتعالى، هناك من الآيات الكثيرات الكثيرات. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن معناها ثم سبع أراضي له. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهم لتعلموا. الله سبحانه يريدنا ان نعرف لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. هذه الايه خلينا نفهم الله سبحانه وتعالى يريدنا ان نعرف حتى نعظم الله سبحانه وتعالى. والذي نقرب لا يقرب. إذا عندما نقرأ آية فيها أمر يقتضي منا أن نهتم في القرآن، آية فيها أمر الصلاة الصوم النهي يقتضي منا أن نهتم، وإذا قرأنا الآية فيها نهي ينبغي مع ذلك ينبغي علينا أن ننتهي. ولكن هذه الآيات الكونية المتعلقة بالسماوات والأرض وبخلق الإنسان والحيوان والنبات هي رؤوس موضوعات
فتدور البعوضة في القرآن الكريم تمثل آية كبيرة ربنا صيغة لشأنها وحقارة مكانتها عند النساء. النساء ما تدرش عبارة عن نشأ. إذا الله سبحانه وتعالى يقول بذلك: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هل هو ضبط عقد إيمان؟ يقول هذا مش عبادة. في البعوضة في رأسها 100 عين بعد اكتشاف المشهد الدروني. عمل ما كناش نعرف، نعرف جزء علم. لو اكتشاف المشهد الالكتروني بين ان البعوضه 100 عين والانسان عنده جزء. زيدوا شدوا معي لما تشوفوا الايه دي في الخط. ايضا عند 48 سنه 48 سنه احنا في الكهوف عند 32 سنه 48 سنة ولا ثلاثة قلوب، ثلاثة، واحد في الوسط في الصدر واثنين في كل جناح، واحد في كل جناح، قلب مختص بالدم وقلب مختص بماذا؟ بجناحين، بحركة الجناحين، قلب في كل جناح، تعرفوش قداش يرفع الجناح من رفع قداش يعمل في الدم. في الثانية الواحدة 1000 مرة. الثانية الواحدة 1000 مرة يعني كده. مش مشتركة دي. مستحيل. في الدقيقة 60,000 مرة. في الدقيقة 60,000 مرة. ما؟ هذا كله بعد اكتشافات علمية راه. ما كانش الإنسان يعرفها. على الرسول ما كانش يعرف بعد اكتشاف المجال الالكتروني واكتشاف مع الادوات الدقيقه جدا استطعنا ان نرى البعوضه بهذا الشكل. البعوضه لا ترى الاشياء بشكلها، ما ترىش اذا تدخل تو في السجاره ما ترى شيء، لا ترى الكرسي لا طول لا ساري لا تعرف شيء، ما ترى كيف حي كل واحد ميت رغم على سنين في وجهه ما تعرفش علاش هي اخذ يبعث حراره. اذا هي عندها جهاز استقبال حراري. البعوضه عندها جهاز استقبال حراري ادق الطائرات ما فيهاش. معناتها ترى الاشياء بحرارتها. وشكون اللي يبعث حراره؟ هو الحي سواء كان حيوان او انسان. في البعوضه مثلا اثنان ينامان على سرير واحد طفلان تدخل البعوضه لا ترى لا سرير ولا مخده ولا احد شيء ما عدا الطفلان. تذهب الى حليمه فتمتص دمه وثاني لا تمتص دمه اذا فهي تحرك الدم. لها جهاز تحليل الدم. مخبر ده مش من المخبر. عندما تدخل الجلد عند عند 6 سكاكين 4 يمشيوا في الحفار في الجلد واثنين في الوسط في الكبرى مفتوحة من الداخل معك فيها غلات فيها غلات الحفارة هذه كانت توصل إليه حتى العرق. لكن إذا كان مش توصل حتى العرق وكان مش تحت القلب إيش تعمل؟ عندك جهاز تخدير موضعي. جهاز تخدير موضعي مش مفروش بها. خاطر وقت اللي هي تكمل تاخذ الدم تحس وأنت تحسها زي هي في الهواء وأنت نظر للواقع اللي ما هي كانت فيها. هذا اللي يسحق شوية الله أكبر شفتوك. إذا لها جهاز استقبال حراري. طبعا زيادة ما يخطئش من واحد من الدرجة المئوية. الدرجة المئوية قسموها عن 1000 واحد الدرجة المئوية
فالحراره بتاعه مثلا الدرجه المئويه واحد مع الف من هذه الدرجه المئويه تستطيع بعضها ان تكشفه، تعرف ذلك الشخص حي كلامه مش تفتح الدم. اذا عندي جهاز تحليل، عندي جهاز ثقب للجلد وتخدير ثم ثقب الجلد ثم انها لا تستطيع ان تاخذ دم الانسان. بتقولي كيف يشتغل بها البشريه؟ بالطريقه الطبيعيه بتاعنا ما تستطيعش تاخذ خاطر النبره بتاعها طريقه يسرى. لو قبلت الزرافه بتاعتها النبره بتاع سياره الزرافه هذيك واسعه يسرى تاخذ الدم وهي طريقه جدا. النبره بتاعها ما لهاش لزمه، لزمه جاب الدم. كيفاش جاب الدم؟ ها؟ لا تحمل الطنين في الاذن ينزع الشخص تموده في سنه في هذه الفتره هي تاخذ ما نبقاش تجي تجيب على الاذن وتبدا تعمل في الطريق باش تفعل وتخليك معنا منهوش من غير في هذه الحاله كذلك الدم يبدا يجري هي تاخذ. لو كانت الدنيا عند الله تعدي وعند الله الدنيا تعدي وعند الله جل وعلا عقب ما استطيع ان يكون لها شر ولا يعني الدنيا كلها بما فيها من كلمات من مع كل ما فيها ما تعديش جناحها مع الله. اذا جهاز طبعا الصلب الحراري مثل الرادار مثل الرادار يعرف الشخص ما هو رقبة وكذا وبالتالي هي تحدد الدم وتأخذ ما تريد ليس من دي ما تأخذ لا تبقى واحد رقبة ومرته تجي من البعوضة وتأخذ الدم عند الرجل وما نفس عليها ولا العكس ونفس البيت كل مش عشان هي نفسها تاخذ من عندها تاخذ من عندها تحرك الدم ما تاخذش علاش الانسان ما يعرفش فقط لما تسرع شهر تسرع بيه اذا هي تحت طبعا ايضا مثل ما قلت لكم القلوب ثلاثه واحد هم عباره عن موتور مثلا موتورات موتور يدور على الدوره الدمويه مش عارف ايه والاخرين الاخرين هم اللي يحبوا مع الجناحين باش يشوفوا كميه بنسبه عاليه جدا مع قداش من كده؟ 1000 مره في الثانيه 60000 مره في الدقيقه راه الثانيه سكر عندي واحد مره هيك الثانيه ايوه هي عامله 3 مرات لازم شكل بقول لك هذا الازعاج مش ازعاج باش انت ذاك الازعاج هذاك تستفيق شويه وتتدخل بتاعك تاخذ الدم بتاعك يجي هو يجي من الدخل اذا هي الى جانب جهاز الاستقبال الحراري ايضا جهاز تحليل الدم و لذلك عند جهاز التخدير لانها لو وقعت على الانسان وسحب الدم والانسان فاق بها مش هتعرف تقتلها هي تكون في الهواء وقت اللي هو يضرب في الهواء لان غادر في الملك ايوه طبعا الجهاز الالكتروني تعرفوا دواء من الجهه الالكترونيه عديده تكبيرات قويه جدا تقول لي هذا كيفاش صار هذا التكبير اللي يعملوه الجهاز الالكتروني 40000 مره هذا وثم حتى 200000 مره لو اختراع الجهاز هذا اقل شيء تو 40000 مره يمكن ياخذ تدقق اشياء ياخذ مخدر بتاع انسان تعرف ايه علاش ماشي هذا هو
ترى بتاع ساعات كده على الشيء اذا في فلوس مخدر تقول لي في هذا اذا بريان لما جرب في هذا اللي سببه ساعات حساسيه وكذا في بالنسبه لبعض الاشخاص طبقات الفرش طبقات الواحد فقالوا كان كان بالفعل وقت ترى بشكل مقبل كان كان ما عليش يصير يدور في واحد يقول ما شاء الله عليك تفضل 34 مش يبرو بيبين اهم شيء محدود محجوبين عندنا في الشرطة أما بتاك ثلاث قوين أنا يكبر 150 مرة يجي كلام مشاكل إذا كل هذه الأشياء عرفناها بعد الاختراع المشهد الإلكتروني هي طبعا ما كانتش عند الرسول صلى الله عليه وسلم فمش كان جاء فمش كان وبالتالي يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون معنى تستطيع بعودة أن تقف على سطح النمس عند الديمقتوس وقت تمشي هذا في عبد الله ولا حاجة تقف على سطح النمس ديمقتوس تشد الماء ولا يبقى خارج هنا هذا مش تحسها هنا ساعة ساعة تحس بعودة عن الشيء الثاني عند المخالب معنا من الاثنين تمشي عنده عند المخالب وعند كم يسدد هوائيا كم شديد إذا هذه البعوضة الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ما فوقها مع الأشياء تلد قبلها مش فوق ابو عبد الله لا 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 انت كان مش نفسي لا لا فمش بعض فوق ولا حاجه فوق هي كل ما وادنى منها مش مطلوب شعر بعض الله كبيره شويه دي ثم لقد منها اخر منها ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه تبقى فوقها مع كتاب اخرى ادنى منها لماذا تتصل بعقودها؟ لماذا تتصل بشاشة؟ قلت لماذا؟ لماذا تتصل الدم؟ طب في البداية الذكور هي تعيش معنا في الحدائق طبعا مش في الشواش ذكر هذا يعيش في الحديقة يتغذى على الحديقة الأزهر والإناث تعيش على الدم دم الإنسان ودم الحيوان كيف كيف؟ تأخذ الدم لماذا؟ لتغذية بيوضها مش تغذي البيوض بتاعها إن مش يعطيه بعدين وش ما يشتغل شو مش تعطي بعدين؟ مش تعطي بويضات؟ البويضات تبيضة المستنقعات العذبة مياه عذبة غدير المية مثلا بتاع مصر مثلا في مصر الدار جات غديرة وخليناها مدة 10 ايام ولا اكثر ولا في النجم مش مليان تطبيق في النجم وفي تتحول اليرقه الرياض البويضه الى يرقه بشكل طويل لازم فيها استغلال بتبدا تطلع فوق علشان تتنفس الهواء الجوي لو كان تعمل طلب بسيط في النجم لك عليش في ساعات بلديه تقول له عندي زغلال كذا يعمل شوية تربيتين هذا نوع زيت زيت يضرش فهمت؟ هاي يصب شوية شوية زيت مش يعمل طلقة تقول هي تطلع طلقة الزيت مش يصب من فوق عشان يولي الهواء يمنح الزيت يمنح على الهواء يوصل الهواء لكن مش نقضي عليها راهو زيت حتى في المراحل واحد يخرج من الدار وخاصة المراحل بتاعتها مش بتعمل أو فيها شوية ما تبقى إذا طاحت به بعوضة هذا الماء يقول لك ده تولي ده كله مش مشرب قل لي مين جاي هو من المالك إذا قلنا له تخرج صار فيها شوية بنزين ولا مثلا زيت حتى زيت بتاع كهرباء في المقاعد اللي في المريض تولي الضغط الشمال الضغط هذاك اليرقة اللي مشروب بعدين معروف يا رب بعدين تقول لي عذرة تقول لي هذه
اللي هي سنقول عليها احنا ل ها؟ لا لا نقول عليها احنا الزبلات اي شو كده نقول عليها؟ زغلال ها؟ زغلال زغلال ايوه نقول عليها يبدا تمشي هكا هكا كيف اللغة؟ تبدا كيف اللغة هكا؟ وتبدا تتحرك هكا عند زوج أنبي يفتحوا على الهواء يقطع الهواء ليش تنفس إذا تعمل هذا الوقت ازاي؟ تقول ما عادش تقول تموت أو باش نجمو نتخلصوا منها أيوا إذا البعوضة الأخرى هي التي تمتص ال هي التي تمتص الدم دم الإنسان وكذلك دم الحيوان طبعا هذه الابحاث لكن فيما تقدم العلم يعطينا بشر ابحاث اخرى برا تعرفش عليه تنتظر ابحاث وابحاث حول البعوضه قد يصدق بعضها لكن حقيقه علميه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون من اجل ان نعرفه بدليل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما صدق الله عنه. هذا بالنسبه للموضوع الاول. موضوع زي الوقت. زي الموضوع الثاني. هذه المواضيع كلمه. تجوا تشوفوا هذه المعضله اللي نحكوا عليها طيب. ثم المعرض ثم اللي تقف على اساس متوازية هذا الأساس هذا وهي دقة وثم دقة تعمل زاوية اللي دقة حقة يعني تسمى مرض الملاريا لأنه فيه وثم لا يسمى الحمى الصفراء أي ما عندناش احنا ياسر هونيا أما في إفريقيا بشكل كبير جدا ثم حتى تلقيح اللي يمشي في إفريقيا أول حاجة يسمع من تلقيح ضد الملاريا وضد معنى الأمراض هذه اللي تقولها أنت البعوضة إما تقول تقف هكا ولا تقف هكا أكثر شيء بيوت الأرقام هذه الآن تقف 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 بشكل عمودية هذه تعطي نوع من البيوت تختلف عن الأخرى شوية لكن هذه تمص الدم لتغذية بيوتها وتلقي فيه ميكروب هو ميكروب الملاريا وقت تاخذ الدم تخليهم بضرب الملاهي. اذا كانت طبعا هي في افريقيا ولا في بالنسبه لهولية ما عندناش هنا ما تبقاش امراض من النوع هذا. وبنية. ايوه خاطر ما عندناش مستقع على الجسد. تخلي اثر تخلي اثر رجل. تخلي اثر رجل معناتها كانه حاجه نسيت ايوه صحيح. ثم كيفاش كيفاش الكاتا هي؟ طبعا دي نعطيك بعدين نشوفوها تعطي عليها شوف هي تعمل على اللي بالامورين وبعدين الدور المسجل هي ايش تعمل؟ تعمل على المرض هذايا فاديفيشن مع البلاريا او يسموه بوديري بوديري صغير هي تقيم في الغدد الوعبية بتاعها وتحمل الإنسان فهمت عملية هذه هي الغدد المهمة بتاعها تاخد دم الإنسان باش تغطي بيوتها أيوة باش تغطي بيوتها هالطفيلة هذايا اللي تغلو يدخل الدم عن طريق مغص هي ما تغص هي المدار تتفرق فيه عدد من الدم المليئات كل مذيري يصيب ولا حمر هذا مرض المراكب في النوم يصيب بريحة مش معدة يطغى فيها البريحة لا معدة يتكثر فيها من واحد يولي 50 مثال والخمسين بعدين يخرج ولا تفشل البريحة الحمراء ويخرج من الدم كل واحد يصيب واحد كل واحد يصيب واحد ما تبقاش في ظرف نهار يولي الشخص هذاك مع الدم بتاعه مع البريحة الحمراء قاعدين وشنو وظيفة البريد الحمراء؟ علاش كنا نحرص على ياسر؟ على خاطر هي اللي تضر الأكسجين. مالا؟ شكون يضر الأكسجين في جسمك؟ هي البريد الحمراء. وشكون يقول لك مع
ثاني ست جرمان يرجعوا الخلايا هي كريات حمراء بحيث كريات حمراء هي حياتيه بالنسبه لنا احنا. اذا نقصت على ثلاثه ملايين في المنهج المكعب واحد معناتها الشخص كده عنده فقد مرة ثلاثه ملايين اذا نقصت 5 ملايين في المنهج المكعب من الدم ولا صارت مثل القاعدة من الدم 3 ملايين 5 ملايين إذا تبدي 3 ملايين مع هذا الشخص هذاك عنده فقر دم تلقى وجهه شاحن وكذا إلى آخره بهذه ايش تعمل؟ مش تعمل فقر دم وماشي هكذا الكريات برشا كريات تحطمها من الدم وقت تحطم الكريات يشعر الإنسان بارتفاع في الحرارة كبير هذا اللي بعد يشكي ارتفاع في الحرارة في نفس الوقت ما يلقاش هذا الأكسجين اللي قاعد يوصل للخلايا ما ينقاش على خاطر كل حطمت الكرة الحمراء كل الأكسجين طلع لكن الكرة الحمراء ما تمش ناقصة في العدد وبالتالي مع الأعمال بتاعها في جسمنا خطير جدا مش عارف برا أيوة احنا مش عارف بيها خاطر ما عندناش برا قدامنا في الأخر ما عندنا حاجة في وسط افريقيا ثم مصطفى قاعد ياسر وكذا ما تنجمش تربط في الدين اطلاع قبل ان تكون بلا مسيره كبيره ابدا بالالاف حولك ولا ياكل في جدار ولذلك هو ياخذ تلقيح ياخذ تلقيح وانتهى الناس اللي ياخذوا غدا كل اللي ياخذوا تلقيح هذا ما قال لي يرقى وهذا العذراء وهذا الحشرة الكبيرة Oh,
تنفس في النار تجي طبيعي كيف نحن اللي تنفس في النار في الليل كيف ياخذ اكسجين وطلع ثاني سكر هون لان نسبه الاكسجين اللي طلعه في النار نسبه كبيره تتقارش في التنفس بتاعه وبالتالي تم هذا المخزون كله مش يقعد البشريه كلها مش يقعد الحيوانات الاخرى كلها بينما التنفس في الديما ديما على حدا التركيب الضوئي يمشي بشكل إذا هو الذي يعطينا الأكسجين. مع كيفاش كيفاش يتم الأكسجين بعملية؟ نشوف كيفاش. النبات الأخضر يمتص الماء من الأرض، صح؟ الماء يصعد حتى يمشي الورقة. يطلع من الجذر حتى يمشي الورقة. الورقة تتعرض لأشعة الشمس، فهمت؟ وثم يخضر مادة الخضور تمتص الطاقة الضوئية تسحب الطاقة الضوئية تمتص الطاقة الضوئية هيك الطاقة الضوئية التي تمتص عن الخضور من قبل ما تمشي الخضور ما تمشي انقصاص الطاقة الضوئية الضوء هذا اللي مش يوصل للورقة مش فيها فيها الماء ايش يعمل الضوء هذا؟ يقسم الماء الى هيدروجين واكسجين يمحلل كانه محلل يقسم الماء الى هيدروجين واكسجين هل هيدروجين واكسجين هذا ماشي يخرج من ورقه ويكون اساس لتنفس كل الدنيا الحيه شفتوا ما نحن نتنفسوا مش يكونوا اكسجين بتاع شغل بتاع الماء والهيدروجين الهيدروجين هذا تبع المشروع الطاقه الضوئيه ما الطاقه الضوئيه قاعده تاخذ هيدروجين تولي طاقه كيميائيه وينتحر مع شغل مع مادة عادمة فاسدة نحن طرحناها والمصانع طرحتها ياخذها النبات ويصنع بها المادة العضوية السكريات والدهنيات والبروتينات والفيتامينات وهو غذاء الماء فهمتوا بالهيدروجين بتاع الماء خضروه في الطاقة فهمت يصنع منه مع ذلك الغذاء العضوي اللي هو وش التركيب هو؟ سي هاش او سي فحم هاش هي الهيدروجين بتاع الماء والاو هو الاكسجين بتاع الماء مش الكربون سي هاش او هالثلاثة عناصر هذوما هما اللي يكونوا السكر اللي ياكلوه والقمح والشعير والمثلا الخبزة والمكرونة وكل النشا هذا هو اللي يكون المادة الدهنية الزيت والزيوت المختلفة الأصناف والشحم والى آخره هو اللي يكون بالحديد على عناصر جدا هو اللي يكون البروتينات اللي تبني الجسم بتاعنا بحيث أنا مش أقول بعد القرآن أولا من الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فخلقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ها بالعصر اللي ندعوا أنت حي بالعصر اللي ندعوا هيك الحياة في العمليات لو كان ما كانش الاكسجين لو كان ما كانش الهيدروجين لو كان ما فيش حاجه وجعلنا من الماء كل شيء حي مش خاطر هو صليب ويشرب الماء راهو كان صليب ويشرب الماء يموت راهو عليه فخاطر ايش اسمه الصليب؟ اسمه مرض عضويه سكريات دهنيات بروتينات ما باش تعطيه الطاقه القلب بتاعه ما عندوش طاقه الدماغ بتاعه ما عندوش طاقه تعطيه الجلوكوز تعطيه السكريات مش فهمت ما يكفيش انه واحد ايوه ما يكفيش انه واحد مثلا يكون مع صايم ويشرب على الماء وتقول يعيش ليش هذا الكل وين الغذاء؟ وين الغذاء العضوي اللي مش يعطيه الطاقة؟ وين الغذاء العضوي مش يعطيه البناء؟ تعرف في الدقيقة الواحدة تموت 100 مليون خلية في جسم الإنسان الكهرباء طبعا وتعوض ب 100 مليون خليه وبالتالي الانسان محافظ على الدواء هذا ينشف او خط الدائري ينشف وكيفاش نبدا هو؟ نبدا من الصفقه طبعا يعوض اكثر مما يفقد هذا الدواء يعوض اكثر مما يفقد او البناء وبعد يفقد بقدر ما يعوض من خلايا وهو دواء يفقد اكثر مما يعوضه يبدا من الحياه وينتهي الى الموت
مش حاط بين الدكتور وبعدين يصور كذا. جواز هذا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما باش بعنصرية انت تتنفس الاكسجين بتاع الماء ما قلت يا حي. لكن ما تمشش الاكسجين. ما تمش حي. فهمت؟ لكن ما تمش غير عضوي. ما تمش حي. مش قلنا اصل غير عضوي ولكن في الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. مش خاطر طبعا الجنات بالمية في عند الدين جنب وانت تشرب وكذا في قبل شوية دخل كما نعمل عمل رن مهتم انت مش هذا الآية أعظم هذا أعظم الشيء هذا هكذا تشرب لما انت لماذا خاطر الماء هو جزء من الغذاء بتاعك بل الغذاء أساسي نعم بعدين تذكرت الماء. إذا خلينا توا فقرة دخلناها شوية دخلناها بعض شوية. أنا به. إذا الوقت ما يجي. النوع النوع. نعم. النوع به. إيه ما تقدر تقطع من التسبيح. توكل على ربي. مازال على الدرب على الدرب لان شيء كبير. حتى اذا كان عندنا حصه في رمضان حطوكم على الدرب وعلى شيء عظيم. شيء عظيم رمضان. فعلا. شوف ايوه. اذا قال الله سبحانه وتعالى نعود الآية دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء كل شيء هو في نبات كل شيء نبات كل شيء سورة النعم النبات شوفوا دواء النبات هو طبعا في حياتنا هناك نباتات نتغطى عليها وعلى أزهارها وهي زهرة للدور هي زهرة البرونكلو ولا بروكولي زهرة هي زهرة اسمها لا عارف اسمها زهرة برونكلو لكن زهرة البيضة هذه في حد البيضة طبعا أزهرة مشكلة هي حتى أزهرة أخرى بذورها بذور الله ما شاء الله من النباتات قمح وشعير وأوراقها غدوا على الأوراق غدوا على البذور بتاع بعض النباتات الجزر على فكرة الجزر مفيد جدا من مضادات الأكسدة الجزر سنايا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتناول الجزر مع الطعام الجزر و مع الرز وكذلك أيضا الشمس هذه مثلا مع الخضار يتناول الرسول صلى الله عليه وسلم اليقطين اليقطين هي مال بقية هذوما تاكل منين معه لازم يكون منين ايوه ويحكي بعد الرز تاكل منين بعد الرز علاش تبغوا تشربوا انتوما في الشربة وقت نقطع مع الرز نقطعوا انتوما ماشي دخل مغلي الواحد هذا ورمي باش ما يديبش مش كثير خاطر هذه الانزيمات نتاعو الموجودة فيه تتحرك بالحرارة مش كان هو حتى خضرة كلها الصداق لازم تاكل منين صدق دائما والخص والخص معناتها هكا ورقه خارجيه هي خطره هكا في المتخلفين واحنا نروحوا البرانيه هي خطره اكثر من المتخلفين على فكره حد سالوني في الليل عندي شوفوا عندي برنامج رمضان في رمضان ان شاء الله قبل تفطر خلي نظلم شوية على ما تسمع شي حوي زي الكل ده نبات فيه دواء نبات فيه أصبغة ماذا بيه حتى الصبغة لا هو من النبات علاش الدواء
بالمواد الكيميائية مثلا شروبه ولا أي حاجة مثلا في التلميح ايش بدنا نعمل بالتراب نعمل بالهدي الأحمر الأحمر أكيد حاجة للهدي وخاصة مرض السكري يعني الهدي الأحمر إذا لم أقل كذلك بعض المستخدمين الأخشى بالصناعة والتدفئة والنبات والبراحي والنبات الكعبس الداخلي إذا نحو هذه النقاط ديت تعديا ثم باحث عربي من سوريا كنت أستاذ في الفيزيولوجيا النباتية دكتور في جامعة حلب مختص أنا بعرفه شخصيا معناها هو مختص في علم وظائف الأعضاء على الفيزيولوجيا النباتية التجربة التي سأعرضها عليكم قد لا تصدقونها ولكن الواقع أثبتها ويقدم هذا الواقع على القرآن الكريم قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وأن من شأن أنت تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنت تعلم سلم النبات أنت تسبح ومسبح جميل. النبات يسمع ويسبح بحمد الله وقت اللي يبقى ثم تسبيح ثم قرآن جنب كلام ايش يعمل؟ انت ايش نسيت؟ ما ايش يعمل؟ هكذا من مرات اللي درهم يقول تقريبا تمشي 10 كعبات ولا حاجه يقول 100 كعب بدون يهتدي قال انطبق على عقلنا انطبق على عقلنا اما ايش نعمل الدواء قال شو الدواء اجرى هذا الباحث في حديقه كليه العلوم تجربه عام 1997 نصب اربعه كتب بلاستيكيه ذات حجم واحد وزرع فيها كتب بلاستيكيه معك كما قول متر على متر اربع بيوت أربع بيوت واحدة هوني واحدة مثلا كيما قلت برا في الشارع ناخذ بعد على بعض شوية مش على الأقل وضع فيه نفس النوعية من التراب ونفس السند نفس الضبط كيف التراب وسند نفس النوعية ووضع فيه كذلك أيضا نفس البذور بنفس العدد في كل واحد وسقاه بنفس الصغير قال ايش السقاه هذه مرتين اخرى مرتين اخرى مرتين في مشكله ثلاثه جاب البيت الاول كانت طيبه تحفظ القران قال تقعد قدام البيت الاول اثناء نمو كعب وبعدين وتقرا الايات القرانيه الثانيه هذه لما تقرا بعض السور سوره الفاتحه سوره ياسين انت مش هتعرف تتكلم بالضبط خير احسن سورة الفاتحة آية الكرسي ولا خلي آية الكرسي دي جميلة ما تنساش دي لابد من الترتيب خليها المهم سورة الفاتحة والعشاء ثم بعد ذلك سورة ياسين ثم سورة الإخلاص ثم آيات الكرسي مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع كما نقول يوم الاثنين يوم الخميس تقرأ تعمل كريسي تقرأ تقرأ فيه وتعمل بيان من جهر ما تسألش جهر من لا تسمع برام يسمع حتى وقت اللي تزرع تبدأ تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده استغفر الله كلام مش كده أنا لم تسبح معه ويطلع في سنة فهمت؟ أو شو السيد هو ياخذ تجربة اللي رأي صار إذا الدول يقرأ عليه القرآن سورة ياسين الفاتحة سورة ياسين الإخلاص وآية الكرسي مرتين في الأسبوع وقت اللي يبدأ هو قاعد طالع قاعد يبكو
برا كما قلت الحديقه تاخذ نبات وتجي قدام النبات هذاك وطالع وتبدا تلعب وتسب وتتكلم كلام بليغ وتقطع الكلمات. نبات راى التعليم نبات سمع القران ونبات راى التعليم. جاء ثالثا قال انت تدخل النبات هذاك هذه الوحيدة الكلاسيكية وتبدأ تتكلم كلام بريء خارج عن الإسلام أنت تسب غير خير وتضرب ساعة ساعة تلقى ورقة تكسرها تعمل كذا تحرق ولا تعمل بريكية تعمل تحرق بها وأنت تعذب ذلك البلد أما النبتة الأخيرة فتركها كمالية كما احنا لو نزعوا نمشي هذه مش نقيس عليها ننتج لما يزيد ولا ينقص حسب حالة الإعلامية كما هو صغير نفس الصغير وهذا هو كل اللي يعمل مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع يقوم بنفس العمل كل واحد عمل بتاع شنو واحدة تقرأ القرآن واحدة تعرف النبات قدام النبات اللي طالع وتتكلم كلام بديهي والاخر تتكلم كلام بديهي وتعدى كلام النسخ والاخر قال تاني مشاهد. كان هناك مؤتمر علمي عالمي اشتحضروا يعني عديد البلدان من العالم مش اسلامية فقط حتى اجنبية مبدا في حلب والمؤتمر هذايا حضروه هذي ما قلنا وحبوا شنو؟ حب من خلال التجارب هذيا يوري لك الناس العلماء يعيشوا هم بنفسهم الانتاج. قال ايش تم الانتاج؟ تجربة قدام عينيك. باش 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 لعل يهدي بربي للاسلام، خاطر من مش مسلم. ما يهدش من حاجة ثانية. تو مش مهم من حاجة ثانية. تو انا قريت الوحدة هذيا، خلاص كيف بدك تدور؟ ندور على الليل ونبدا نقرا. مدرسة شو بدا راهو تبع هذايا يا اخي تنساش انه ما يدرس راهو لا يسمعك اما تسبح على السماوات السبع والارض وما فيهن وان من شيء انت يسبح بحقه ولكن لا تفقه الا تسبيح ربك حتى الحصى تسبح بحمد الله حتى الحصى فهمت الشيء الحصى يا اخي ما عرفتش ما ادري ثم كله كائنات فماش الجبل هو جبل ما يسبحش بحمد الله الماء لازم اقرا القران وشوف الحاجه دي يعني فماش جبل ثم ذرات والذرات ذره فيها الكترونات الضوء وفيها مؤتمرات هذه الالكترونات تجعل هذه الجرم هذا بحر فيزيائيا معنا يعني فيزياء انه هذه الذرات هذه تراي كل واحدة ذرة فيها نواة وفيها إلكترونات فيها نواة وفيها إلكترونات وهي تتحرك كل في حالة مستمرة تمشي كل في حالة مستمرة حتى المجرات بتاعنا توا اللي عددها 100,000 مليون مجرة منها مجرتنا اللي تضم بين 100 مليار إلى 200 مليار نجم في الشمس. ما جربتها أنا وكل الفيديو وين يدورون؟ حول الكعبة. كل دي حركة يسارية من اليسار تمشي اليمين. هذه حركة الكعبة. حركة الطواف. كل ما تمش الكعبة ثم انت معمول انت لا هو لا يعرف لا معرفه مؤمنه قلنا بدون حول الكعبه عباده الله لكن كل مخلوقات هذه وراء توا ما نعرفش نعملوا ناس في الجيولوجيا توا تشوفوا العجائب احنا توا المجموعه الشمسيه اللي هي 9 كواكب عطارد والزهرة الشمس وعطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري اسمه حاجة والرزق كلهم بلطان وتاخد واحد يقولوا لأن الواحد
مع الاثنين. مازال في شك مع العشره. التوتم هذيك عباره عن نقطه في الحق. كتاب المجرب بتاعنا تقول مجرب قد الجامعة هذايا. كي نقول لك كي تقول النقطه هكذا هكذا كان السير بتاع النقطه هذيك المجرب بتاعنا نقول لك المجموعه الشمسيه في المجرب. اذا كان مجرب قد الجامعة هذا هي نقطه. واذا كان كما عندنا 100,000 من المجرب شنو هي المجرب الاساسيه؟ نقطه. إذا الضم بين 100 مليار إلى 200 مليار مش كيف الشخص. ها؟ أي ما يعني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تعرفوا جدا ما نعرفوش وين هذول؟ مازال ما توصلش يعني سبع أراضي كيف كيف سبع سماوات سبع أراضي ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نحن ما نعرف هذا العلم إلا ما علمناه. طب حتى تكونش على العالم مش أكثر. أنا مش أكثر ولا حتى ما يعرف يزن نخرج من الخزات. حبيبي تفضل قد يعطي محاضرة هاي وين هاي وين شحال الدوايا اللي كان بالمصر دوت عايز يدير كان هناك المؤتمر العلمي وحضره علماء مشدد مع العالم واشرفوا بنفسهم على التقدير الانتاج مش تم بالنسبه للنباتات اللي هي هناك على ايش قديش الانتاج والمدير باش بشكل احصاء وكل اعتبار بان نبات الشاهد هكذا ما مسوش حتى حد لا قرب لا قرب عليه ولا تكلموا كلام المدير ولا حتى حد خلوا هذا هذا اللي حسبوه الاول وعن طريق هو مش حسبوه الاخر. اذا البيت الاول الذي سمع القران هدايا ازداد طوله 44% عن نبات الشاهد. نبات الشاهد كما نقول 40 سنتيمتر وزاد 44% من ناخد 100 سنتيمتر هو زاد 144 هذا النبات الذي يقول عليه القران وزادت غلته 140% على نبات الشاهد. دي مقياس الثاني هو نبات الشاهد. أما نبات البيت الثاني الذي شهد التعليم ونبات البيت الثالث الذي تعرض للتعليم فقد تدنى طول نبتيهما 35% نقص إنه ممتاز 35% عند الشهد وهبط الانتاجهما إلى 80% على نبات الشهد. ما عادش تمشي. لذلك حينما يزرع المؤمن نباتا او بذورا يقرا القران بنفس الطيبه يقرا كانه قاعد في البيت الداخل وقاعد كان يحفظ مراسم يحفظ ما يحفظ مش يمسك حتى كتاب يقرا ويذكر الله سبحانه وتعالى. دي مدد الله معناتها مهم جدا وخاصه الناس اللي لو احنا في السنه دي عندنا امراض القلب وعندنا كذا وواحد ساعه فوت حتى الشحم قداش مره كذا يخاف نخاف من الجلطات وقتاش تجي الجلطات كيف تبين؟ ماذا بيا تنصح بشيخ الشخص هذاك ملعقه زيت زيتون كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها قطره ثانيه من الخل قبل النوم لان عاده الجلطه تجي اثناء النوم. زيت الزيتون مع الخل يجرف الكوليسترول والضرر ما يخليش الكل يعرقه اللي كنا لينا. قال كيف تراكسة العلماء؟ الصور كيف تراكسة؟ تراكسة تحوص في الدنيا والبالغ بتاعها محدودة تقيم هاي معناتها لما تكون شيء عاصمة عندنا أشخاص زيدوا قطر في الخلق كلنا نشربوا زيت صحيح لكن زيدوا معهم خلق. قال الله سبحانه وتعالى بارك الله في الخلق فإنهم قيم
إيدهم الأمير يفرحوا به الدم لحم. وقال أيضا من أقفر بيت فيه خد، من أقفر بيت البيت القديم عمر بعباده بالمادة بتاعه إذا حينما يزرع المؤمن نباتا وبذورا ويقرأ القرآن بنفس طيبة ويذكر الله دائما في هذا الذكر أمام النبات يزيد في النتاج وجربها تو ترى حتى الإنسان حتى الإنسان في خدمته وقت يكون يقرأ القرآن ربي سبحانه وتعالى حتى في الدار أنت تدو هذا الجدل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبح من أي حد يقرأ ويسمع ويستجيب سبحان الله أول بقدر سبح الله السماوات السبع والأرض وما فيهن والنجم والشمس والسجود ترى السجود حتى لكن مو السجود نحن يختلف إذا النبات كالأجرام السماوية وكمخلوقات الله سبحانه وتعالى تشعر وتستجيب وتسمع أيضا سببا وإجابة وتستجيب بذلك إجابة وسبب كان سمع الكلام الباهي تستجيب بسبب الإجابة وكان سمع الكلام الدليل واحد يسب في معركة يعني ما يليقش بالإسلام وراه ولا هذا بيسمع فيه اذا دي مخصص ان العباد يراه ان النبات يسمع لك تسبحه معناته هو قاعد يسبح وقاعد كذا يعني كل شيء كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى طبعا هذه التجربه العلميه كانت تتهيج مقنعه من طرف المؤمن فالمؤمن يصدق على طول يعني مع الدم مع القران مع شيء كلام ربي في الدم قال الله سبحانه وتعالى اذا النبات من بعد النبات هو كائن حي مثله مثل الانسان والحيوان وبقيه المخلوقات كيف كيف هو ينمو ويتغذى ويتغذى في الامور بكل النشاطات بتاعه في الدم يقول الله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الاسباب الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ما في السماوات والارض ما شاء الله. لكن يجب ان نعتقد جازمين ان لكل شيء خلقه الله تعالى في هذا الكون نفسا تسبح الله بطريقه لا نعرفها. هذا اعتقاد تنزلنا. اذا ربي اعترف الايه. نعتقد بان كل ما في الكون يسبح بحمد الله. بطريقة حتى الجمادات لها نفوس سبعة في مكان مثلا الواحد يعرف الفيزياء شوف اللي يقول لك المواد الجامدة تتكون من ذرات والذرة لها نواة والإلكترونات والإلكترونات تدور حولها فكل شيء في الكون متحرك بما في ذلك الذرة وحب وجود الذرة شنو هي الحركة الذرة أنت قدامك راهي تحرك أين التسبيح الخاص فالنبات يسبح بحمد الله هذا النصاص الآن وفي آية أخرى قال تعالى ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه مش مش التسبيح هذا الصلاة والنجم والشجر والسجدان سورة الرحمن تلك السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة فلما صنع له أصحابه المنبر حلت النخلة إليه مع النخلة كانت قريبة من النخلة وجنب معه حلت النخلة إليه فوضع النبي عليها يده مثل تكريم إكرام الله لأنه كان مكتمل من يده مثل وإحجاب النخلة ومنها نشأ هكذا العصا تكون الجبال فكأن بالنسبه للوحدانيه الله الداخلي الله واحد هذه النخله اللي كان حدث اليه انحدث اليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وفي حديث اخر
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم عليه قبل ان يسلم عليه قبل ان يبعث هو الى عبد الرسول يسلم عليه السلام عليك يا رسول الله يتفق اسمع منها كان حجر الليل اني لا اعرفك حتى بعد البعث ويسلم عليه هو الى عبد الرسول يسلم عليه بعد الحياة تقولش مادة وجودة في البشر كل 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 حتى أثبت أيضا في حديث نروي الوش بتاع بالمعنى الكامل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جذع النخلة في المسجد النبوي كان قبل كل خلق وقت اللي صار المنبر بعيد على الأدب سمع كل ما في النسل أزيز قوي جدا يقول له مثل أنين الناقة صوت قوي جدا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وذهب إليه فعلقه فسكتت نخلة لو نمشي شوية ناخذ هي عبارة عن نشاء وهي البلد البيضاء
لا لا بل الطبقة الطبقة اللي بعد مثلا مثلا الرشيد الرشيد هو جميل لكن نتقول يشوف الحبة لا لا مش هو اللي ينبت في الأرض ويعمل جذور كذا تطلع من الكهف بعد هذاك قديش 4% من وزن الحبة بقى. الداخل لو كله بعد ثلاثة عناصر هو هو النشأ اللي هو مثلا قديش 85% يعني 15 85% ايش تعملوا احنا؟ ناكلوا ناكلوا 85% ولا ناخذ العيش ولا الدجاج ولا اذا خبز الدخان هو شنو؟ هو الكل لازم تروح يقول ما تنحيوش اعطينا عيش اكثر هذا كان كل شيء خاصة خير فيه فهم. الرشيد وكذلك الذي يتحبب هو أقل الأجزاء بالفيتامينات بالنسبة للرشيد فهم. تتركب حبة القمح منين؟ من سكريات 75% بروتين 11% مواد دهنية 12.5% ألياف سيلولوزية والألياف الكهربائية ما تدوبش تاع القمح لكن تاع الشاي تدوب تاع الشاي ما حدش شايف في الإبراج راح يكون اما راح ينتقي غاز باش ما باش تقراش كذا النهار نتاع الشيء صافي حريم. اثنين مثلا اثنين ونص. اما احنا عدليا 2% الالف من البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد واليود. حبة القمح. شوف راه قداش. هذا كله 12 راح يباع 10 اما داخلين من اهل فريق ما فيهاش شيء. بل. الرشيد هو جميل. ايش فيه؟ في بروتين 25%. ثم سكريات 47% ثم دهون نباتية 10-12% ثم نيستين المعادن الفوسفور المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والديود والسيليكون والمغنيسيوم هو ضد الكونسير المغنيسيوم هو ضد الكونسير وين بتلقاه؟ موجود في الجوزة جوز زي المسار كثرة ثم طبيب المغنيسيوم يداوي مرضى الكونسير معادن الكونسير يداوي من الجوز بجوزة قد ما يعطيه مع جوز قد ما قد ما يصير يصير تبدا تحسن حاجه فوسفور مغنيسيوم كالسيوم صوديوم حديد يود وسيليكون هذا هو في 15% في 15% الحاجات هذه كلها موجوده الفيتامينات بي 1 بي 2 بي 5 بي 6 نسمي بي مركبه بي كومبلكس معنا وبي بي فيتامين معناتها بي 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 وكذلك فيتامين هذا الجهاز التناسلي يقوي الطاقة الجنسية كما يحمل الرشيد على الانزيمات منها بي باس وهي تساعد على هضم الدهون شوف قد ايش فيه هذه هذول ثلاث عناصر قبلنا النخال والجنين قلنا هذه الغذاء في التحليل هو الرشيد واللي شافوا قداش 15% وال 85% هاو شغل عليه الطبيبه طبعا استبدلت مع انه مغذي ونشط الجسم يمنع فقر الدم باحتوائه على الحديد والفيتامين بي المركب ويساعد على نمو الجسم الداخلي قليل بسبب الخلايا الداخليه ايه كل هذه الاشياء لو مش نقراها كان بدنا غير ايش عملنا احنا؟ نحينا مع نحينا مع اللي يفيد الجسم بتاعنا وكلمنا الدقيق فرينا هو يمثل غرار للمعدة يمثل غرار للمعدة كلها هذا مش غالية وما بشتغل التنظيم بشتغل التنظيم في عصرنا كانوا بدنا يمرضوا بالكونسير مسألة مسألة كحد حد آخر دي المسألة مش تفجع ويسد خلي حين بعد رمضان كان 10 حلقات يعني كان صار لا صار طبعا هذا سبب كنا أنت مسألة هذا سبب صار كل حاجة جاية من كتاب
كل شيء تشرب في كاس تاني مش بتعب وسخون يدوب من شويه ولا تحكى على الياغورت حتى من البيتا تحيي حتى كلام يضحك ما تخليش معاك هيك حتى يجي من شويه يودي مصير البلد اللي جاي ما تخافوش يا سيدي اذا يمثل الدقيقة الفريق البيضاء يمثل غيرات المعدن أما الدقي اللي لوحده هو الفائدة فيها في الليل والطحس هاي نفسه في الليل هذه هذه ما تجاوب